أول قصيدة كتبتها بمحطات التسامح واقف اليوم، وأنا لخاطرك حضرت الأعذار، وبقطار الشوق وديت المراسيل، راي تعرف بقلبي اشتعل نار، من عفتك ترى صدقني مجبور، لأن ما تدري بي ايش صار ما صار، ليالي أنا بات وقلبي مكسور، قزاز أنا وسوالف ناس نحجار، بقلب أبيض عشت وياك لسنين، البياض البي أبد ما شال جمار، ردت قبال عين تصير للموت، ما ظنيت وجهك عني يندار، كنت وياك عايش أحلى الأيام، القدر جابك علي مو أنا الأختار، لو تدرب غلاتك كان رديت، لو تدرب غلاتك كان رديت، قلب من الهوى لو جاسك يغار، شجرانة شجرانة ولفت يم العصافير، وبنت العشوش جو ضلوع الأقصار، ولان أدري بعد ما نرجع بيوم، ظلت عيني تبكي بعتبة الدار، وسولف لك قصايد لو إجا الليل، وما يخلص ونين البي وجع ثار، وما يخلص ونين البي وجع ثار. صح لسانك؟ صح بدنش. حيدر جد أقصى عندك هذه القصيدة وقت؟ تقريبا 25 يوم. هاي لين أول قصيدة؟ اي نعم. شلون حسيت نفسك عندك إلهام شعري؟ بدايتي قصدك؟ أنا أصلا كرأي أنا جيت على الشعر خطأ وأنه صححت المسار، أنا أختص لاعب كرة قدم. بسبب علاقة كتبت الشعر، وانا كنت ما متأكد من عنده شعر، حسبالي كلام عادي، فأحد أصدقائي قال حيدر هذا الشعر واستمر به أحسن لك من كرة القدم، لأن أشوف روحك هنا أكثر، وانا بديت أستمر أكتب الأبوذية والدارمي النوب. ناوي تستمر لو ترجع على كرة القدم؟ لا، تركت كرة القدم واستمرت بالشعر الشعبي. طيب اليوم الإلقاء إلا جزء كبير من الشاعر. من الشاعر ايش قد ياخذ منه وايش قد ينطي؟ الإلقاء هو ياخذ الكثير من الشاعر، لأن الإلقاء هو يشيل لك القصيدة. فالإلقاء هو يجو اكو من يجيبه بالتمرين، ولكن غليل هو يجي ويا الموهبة. إذا نذكر الشاعر المرحوم الله يرحمه كاظم اسماعيل قاطع، الله يرحمه، الابداع ما تم احد يتقارن به، ولكن الغاء ضعيف. هو الغاء جدا مهم. طيب انت انتقلت من الابوديه وايضا الدارمي الى القصيده، شلون صارت عندك هاي النقله النوعيه؟ انا كنت اكتبهن واشوف روحي يعني شيء بسيط هذني وما به المجال. فكثير من الشعراء قالوا اكتب القصيدة تتطور أكثر تبدع بيها أكثر، وبديت كتبت بيتين ثلاثة واتركي. كاتب دارمي؟ نعم كاتب دارمي. حرق الزرع بالليل بيه القصد كان، لولي في أدز الشوق والساعي دخان. الله الله يسلمك. طيب.